السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة ظاهرة المعتقلات السرية في اليمن. قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن أطراف الصراع في اليمن تقوم باحتجاز مدنيين في 208 سجون سرية غير قانونية. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الاعتقال في هذه السجون أصبح ظاهرة في عموم المحافظات، مشيرة إلى أن المعتقلين يتعرضون إلى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي. في سياق متصل، دانت رابطة أمهات المختطفين قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع بالاعتداء على والدي أحد المختطفين حتى فارق الحياة في صنعاء. وقالت الرابطة في بيان لها إن عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع اعتدت على والد المختطف محمد علي السودي أمام بوابة سجن الأمن السياسي في صنعاء أثناء محاولته زيارة نجله، ما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية توفي على إثرها. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: أين هو دور الجهات الرسمية والمنظمات الدولية من هذه المعتقلات؟ وما هو المصير الذي ينتظر المعتقلين في هذه السجون في ظل تقاعس جميع الأطراف المحلية والدولية؟ مات كمدا المواطن علي حسن السوادي، قامت ميليشيا الانقلاب بضربه بعنف مما أدى لوفاته بنوبة قلبية نتيجة منعه من زيارة ابنه المختطف محمد السوادي في السجن السياسي بصنعاء. ليست قصة السوادي وابنه سوى واحدة من قصص الاختطاف والتعذيب التي يعاني منها اليمنيون في سجون ميليشيا الانقلاب في ظل صمت إقليمي وتفرج دولي وتقارير خجولة من منظمات محلية ودولية. منظمة سام للحقوق والحريات رصدت قصص تعذيب بشعة لمختطفين في سجون الانقلاب، منها عمليات إعدام وهمية والضرب المبرح والحرمان من الطعام والتعليق بشكل مقلوب ووضعهم في أماكن بلا تهوئة ولا إنارة. وقالت المنظمة إن ميليشيا الحوثي حولت عدة منازل ومعسكرات إلى سجون سرية يتم فيها إجبار المختطفين على حضور حلقات تدريس لملازم حسين الحوثي. وثقت منظمة سام أكثر من 208 معتقلات سرية في عموم محافظات الجمهورية، منها 16 معتقلا في صعدة و27 في إب، وبعضها في مناطق تحت سيطرة الشرعية. ذكرت سام أن ميليشيا الحوثي تمتلك سجونا خاصة بها في منطقة الحوبان ومفرق ماوية بتعز، بينما وثق راصدوها أكثر من 50 سجنا تابعا لفصائل متعددة تتبع المقاومة تمارس فيها انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين. لم يعد الاختفاء القسري والسجون غير القانونية ظاهرة مرتبطة بميليشيا الحوثي، بل أضحت بنظر منظمة سام مقترنة بجهات مدعومة من الإمارات وأخرى تتبع الشرعية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي. مساء الخير أستاذ توفيق. مساء النور أخي الكريم لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ توفيق. في البداية ضعنا بتفاصيل التقرير الذي أصدرتموه مؤخرا عن السجون والمعتقلات في اليمن. حقيقة التقرير الذي صدر أمس عن منظمة سام بشأن المعتقلات غير القانونية والمعتقلات السرية هو يعد التقرير الثاني بعد التقرير الأول الذي تحدث عن المعتقلات غير القانونية والسرية في كل من محافظتي عدن وحضرموت. وكنا قد أشرنا في بداية التقرير السابق بأننا بصدد إعداد قائمة أو قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الانتهاكات. نعم. نحن في حقيقة الأمر تواردت إلينا مجموعة من القصص الانتهاكات، ولاحظنا في كثير منها أن كثير من المعتقلين يعتقلوا في سجون غير تقليدية وبعيدة عن معرفة الناس وعن أعين الناس، وربما الناس لا يسمعون بها لأول مرة. من هنا بدأت تتبادر إلى أذهاننا أن نقوم بعملية رصد وتتبع لمثل هذه السجون
وما يدور حولها، ثم وجهنا الراصدين الذين استطيع ان يعني اوجه لهم عبر منبركم نعم. الشكر والتقدير لكل الجهود التي قاموا بها، نعم. وقمنا بعملية رصد موثقة بالقصص، أخذنا نعم. من كل محافظة. أستاذ توفيق، ربما السؤال الأهم أستاذ توفيق، نعم أستاذ توفيق، كيف استطعتم أنتم بمنظمة سام الوصول إلى هذه السجون السرية ومعرفة ما يدور داخلها من انتهاكات ووثقتموها، وأيضا ما حقيقتها؟ السجون هي في لدى المعتقلين وأهالي المعتقلين معروفة، نحن التقينا بمعتقلين سابقين خرجوا من السجون أو من أهاليهم الذين قاموا بزيارة أهاليهم إلى هذه المعتقلات، وثقنا هذه الشهادات، التقينا بالناس، بعض المعتقلات تم زيارتها بصورة أو بأخرى عن بعد عن طريق بعض الراصدين والمتعاونين، أخذنا نماذج لسجون مشتهرة في صنعاء مثل سجن حزياز وسجن زين العابدين الذي كان عبارة عن مسجد وحول إلى سجن، بيت محمد بن موسى العامري في صنعاء أيضا كان سجنا، أخذنا قلعة الكورنيش في الحديدة كنموذج، قلعة العامرية في البيضاء كنموذج، أخذنا أيضا مجموعة من المعتقلات من هنا وهناك، واستطعنا أن نصل إلى كل هؤلاء الناس. لدينا نحن ما أظهرناه في هذا البيان هو القليل والقليل من القصص، لأنه لدينا قصص إلى حد الآن نحن احتفظنا بها، ولدينا تقارير متكاملة عن بعض السجون أيضا لم ننشرها في سياق هذا نعم البيان الذي صدر من 11 ورقة. لماذا لم تنشروها؟ لماذا تحفظتم عليها؟ لأننا نعتزم في قابل الأيام أن نصدر تقرير شامل يجمع البيان الأول والبيان الثاني بمزيد من التوسع وبمزيد من المعلومات والتفاصيل عن يعني عن وضع السجون داخل اليمن وما يعاني فيه المعتقلين من صنوف والتعذيب والإهانات وإلى غير ذلك. نعم، طيب أستاذ توفيق تكرم بالبقاء معي نشارك معنا في الحديث من صنعاء أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين، مساء الخير أم أحمد. أم أحمد مساء الخير. إذا ربما فقدنا الاتصال بأم أحمد من صنعاء، بالتأكيد سنعود بها الاتصال. أستاذ توفيق أعود لك إلى أن يجهز اتصال أم أحمد من صنعاء. مقدار التعاطي من قبل مجلس حقوق الإنسان مع البيانات التي أصدرتموها، كان لكم أيضا بيان سابق والآن بيان جديد، وهناك جلسة مرتقبة قريبا في هذا الشهر لمجلس حقوق الإنسان، إلى أي مدى يعني تتعامل المنظمات الدولية وأيضا مجلس حقوق الإنسان مع تقاريركم؟ هناك إشكالية للأسف الشديد، هناك إشكالية حتى على مستوى الداخل، الجانب السياسي للأسف الشديد يطغى بصورة كبيرة على الجانب الحقوقي، حتى للأسف الشديد لم يعني تجد أنه التفاعل حتى على مستوى اليمن مع قضايا التقرير الأخير كان باهتا وضعيفا، حتى الحكومة اليمنية للأسف الشديد لم تلتقط مثل هذا التقرير لتحاجج به جماعة الحوثي أمام المجتمع الدولي. نحن للأسف الشديد هنالك موقف خاصة في الداخل من منظمة سام، لماذا ترصد هنا وترصد هنا، وأصبحت على حساب الضحايا. مجلس حقوق الإنسان المنظمات الدولية نحن نتواصل معها بصورة مستمرة ونرفدها بكل المعلومات، نحن في النهاية منظمة لدينا حضورنا ولدينا تأثيرنا بحسب إمكانياتنا، ونعتقد أن القضية تحتاج إلى أدوات أكثر على المستوى الإعلامي والدبلوماسي والسياسي. نعم. أفهم أن هناك لا يوجد أي تعاطي مع التقارير التي يعني تصدروها أنتم في المنظمة، ولم تحدث أثرا في مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات ضد المنتهكين في اليمن؟ لا، نحن بالنسبة للتقرير الأول الذي صدر عن منظمة سام بشأن السجون السرية تقريبا الجميع تابع صدى هذا التقرير، لدينا تقرير صدر عن القتل المتوحش، لكن أنا أقول بصورة عامة التعاطي على مستوى إحداث أو التأثير بإصدار قرار دولي أو قرار أممي أو تحريك
المدة يعني المقرر الخاص بشأن التعذيب في الأمم المتحدة ليتولي قضايا لفتح ملف التعذيب في اليمن إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى جهد أكبر من منظمة. نعم، هذا يحتاج جهد أكبر من منظمة، وأنا أعتقد أن التقارير التي تصدر مثل هذا التقرير الموثق بالأدلة والدعان هذا فرصة مناسبة وكبيرة لكل المتضررين من الوضع. نعم، في اليمن إلى تحريكه والاستفادة منه بصورة كبيرة جدا. نعم، طيب أستاذ توفيق، نشرك معنا في الحديث من صنعاء أم أحمد. أم أحمد مساء الخير. نعم، إذا فقدنا الاتصال بأم أحمد مرة أخرى. طيب أستاذ توفيق، نعم أعود لك أستاذ توفيق، المعتقلين في هذه السجون في صنعاء، يعني آخر الأخبار عنهم، طريقة التعامل معهم كيف تمر في هذه السجون؟ هنالك مستويات متعددة من السجون، هنالك أنا أعتقد المعتقلين لا نستطيع أن نقدم صورة شاملة، المعتقلين ربما الذي لا يعرف أماكن اعتقالهم في أماكن سرية، ربما هؤلاء تكون يعني يتم التعامل معهم بصورة وحشية وقاسية للأسف الشديد، لأنهم يكونون بعيدين عن الأعين تماما. مشكلتنا في صنعاء، أما صنعاء لا تستطيع أن تضبط فيها عدد المعتقلات، المعتقلات في صنعاء تتحرك بصورة مستمرة، بمعنى أنه يتم استخدام بيت من البيوت كسجن، يتم فيه الزج بمجموعة من المعتقلين، يتم تعذيبهم، إذا كشف هذا السجن أو استخدم لفترة من الزمن يتم إغلاقه أو تحويله إلى مقر خاص للقاءات وينقلوا إلى سجن آخر، وبالتالي نحن نحاول أن نقرب صورة عامة. هنالك معتقلين بعد ذلك، بعد أن يتم يعتقلوا في السجون السرية يتم نقلهم إلى سجون معروفة كسجن هبرة وسجن الأمن السياسي وسجن الأمن القومي والسجن المركزي، وأيضا هؤلاء لا يحصلون على كافة حقوقهم برغم أنهم يكونون أقل من حيث التعذيب إلى غير ذلك في مثل هذه المعتقلات، لأن هذه المعتقلات تكون مفتوحة ومعروفة للزيارات إلى غير ذلك. لكن رصدنا خلال تقريبا الشهر الماضي والشهرين أن هنالك مجموعة تقريبا يصل عددهم إلى 10 أو 15 تم تعذيبهم في أحد سجون الأمن السياسي سجن تعذيبا بشعا، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات بصورة سرية، ورفضت الأهالي أو حتى من أدلى بالمعلومات تأكيد مثل هذه المعلومات خشية على حياة هؤلاء المعتقلين أو تسريب مثل هذه المعلومات. نعم، بشكل عام المعتقلين، نعم، المعتقلين لا في اليمن لا يتمتعون أو لا يحصلون على حقوقهم، إضافة إلى ما يتعرضون له للأسف الشديد من ممارسات سواء جسدية أو نفسية إلى غير ذلك. نعم، طيب أستاذ توفيق، نشرك معنا في الحديث أيضا من جنيف الباحث الحقوقي أحمد مفرح. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الخير بحضرتك. مرحبا بك أستاذ مفرح، كيف تتابع تفاعل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مع قضية المختطفين في اليمن؟ في البداية برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين وضيوف حضرتك الكرام. فيما يخص تعاطي المجتمع الدولي، ما أقوم برصده من تعامل فيما يخص القضية اليمنية أتخيل بأنها ذات أولوية كبيرة خلال الفترة الماضية، خصوصا وأن اللجنة المعنية بالتطرق إلى الجرائم التي ترتكب في اليمن وكذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان وغيره من مكاتب الأمم المتحدة الموجودة في اليمن والتي تتابع بشكل ميداني أقرت بشكل صريح بأن هناك العديد من الانتهاكات والعديد من الجرائم، أبرزها الاختفاء القسري وكذلك جرائم القتل خارج إطار القانون والجرائم الخاصة باستخدام الأطفال في الأعمال القتالية وغيرها من الجرائم التي أثرت بشكل كبير على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، الأمر الذي أدى إلى أن الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان تحدث عن الأوضاع في اليمن وقال بأنها كارثة من صنع الإنسان بالكامل. نعم، لكن أمام كل هذه التي تحدث عنها أستاذ أحمد، لكن لا نرى يعني موقف جاد من قبل يعني حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية باتخاذ إجراءات ضغط تمارس ضد من يقوم بهذه الانتهاكات في اليمن على وجه التحديد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع. صحيح، يعني دعني أكون صريح مع حضرتك بشكل كبير، طبقا لما نقوم نحن بالتعامل معه يوميا
عن طريق المرصد الخاص بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التابع لكوميتي فور جاستس على سبيل المثال، وهو أحد المشروعات التي تنظر بشكل كبير في تعاطي الأمم المتحدة وآلياتها مع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الملف اليمني بالأساس يتم التعامل معه بشكل كبير بحذر، أستطيع أن أقول ذلك حذر، للأسف أدى إلى مزيد من الكوارث. ونحن نطالب خلال الفترة الماضية خصوصا مع أكثر من 300 منظمة تحدثت بشكل كبير جدا حول أن العمليات في اليمن والانتهاكات التي ترتكب في اليمن جراء النزاع المسلح الموجود حاليا بشكل كبير يجب أن يتم التعاطي معه باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن يتم التحقيق فيما تخص هذه الجرائم التي ترتكب بشكل يومي، خصوصا الجرائم الخاصة بقتل المدنيين العزل وقصف المناطق المدنية عن طريق طيران الحرب على سبيل المثال، وكذلك أيضا الجرائم الخاصة بالأطفال واستغلال الأطفال في الأعمال القتالية. نعم أستاذ أحمد، برأيك من يقف وراء عرقلة اتخاذ أي قرار ضد هذه الانتهاكات في اليمن؟ خليني أكون واضح، يعني الدول للأسف الشديد الدول التي يعني أستطيع أن أقول أنها انغمست في الأحداث في اليمن وتسببت في المزيد من الجرائم التي تقف للحيلولة دون القيام المجتمع الدولي بدور قوي لإيقاف مثل هذه التحركات. خليني بشكل واضح أقول أن السعودية المملكة العربية السعودية والتحالف الذي تقوم به قوات التحالف والانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات التحالف، وكذلك أيضا الدول الأخرى الداعمة لميليشيات الحوثي وكذلك للرئيس المعزول اليمني وغيره من الميليشيات الموجودة، للأسف الشديد كلها لها دول تقف وراءها، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على التحرك داخل مجلس حقوق الإنسان. لكن خليني أكون واضح مع حضرتك، خلال الفترة اللي فاتت أتخيل بأنه تم الإجماع، هناك إجماع شبه إجماع من المنظمات المجتمع المدني وهو الأساس أو القاطرة التي أستطيع أن أقول أنها تقوم بتحريك الأوضاع خلال الفترة القادمة في داخل مجلس حقوق الإنسان، خصوصا مع الدورة القادمة والتي أتخيل بأنها ستشهد المزيد من التفاعل سواء كان عن طريق آليات الأمم المتحدة أو من المجتمع المدني للتطرق بشكل كبير للأوضاع الموجودة في اليمن جراء النزاع المسلح. وأتخيل معه بأنه سيكون هناك تحركات إيجابية معها، من الممكن بشكل كبير أن يتم القيام بتحديد لجان لتقصي الحقائق، وأن يتم إرسال هذه الجرائم بشكل كبير إلى الآليات الدولية، مثل على سبيل المثال اللجنة، مثل المحكمة الدولية فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال هذا النزاع. نعم، طيب أستاذ أحمد تكرم البقاء معي ونشرك معنا في الحديث من صنعاء أم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين. مساء الخير أم أحمد. مساء النور. مرحبا بك يا أم أحمد. في البداية تحدثينا عن حادثة وفاة والد المختطف الذي تعرض للاعتداء أمام سجن الأمن السياسي ومن ثم فارق الحياة إثرها. هذه الحادثة ليست الأولى التي يتوفى فيها والد مختطف بسبب الممارسات التعسفية التي تحدث أمام أبواب السجون أو داخل السجون. كثير من الحالات التي وصلتنا نحن كرابطة لأمهات المختطفين سواء لآباء أو أمهات يتوفون بالجلطات بالنوبات القلبية بمجرد سماعهم عن اختطاف أبنائهم أو عن تعذيبهم أو عن إساءة المعاملة التي تحدث لهم داخل السجون. الحاج علي السعودي رحمة الله عليه هو الحالة الأخيرة التي وصلتنا، ذهب إلى سجن الأمن السياسي حيث يحتجز ابنه محمد حاملا معه بعض الهدايا البسيطة هدايا العيد، وهو قادم من محافظة حدة، وصل إلى أمام أبواب سجن الأمن السياسي حاول أن يزور ابنه أو أن حتى يصل له الهدايا، لكنه قوبل بممارسات تعسفية بالغة السوء من قبل القائمين على ذلك السجن، ضربوه اعتدوا عليه سحروا في الشارع مما أدى إلى إصابته بنوبة قلبية توفي على إثرها رحمة الله عليه. ومثل ما ذكرت لكم ليست الحالة الوحيدة. الرابطة رصدت أكثر من حالة لآباء وأمهات يتوفون بسبب الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي تمارسها جماعة الحوثي في حق المختطفين الذين خطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم أمام أبنائهم أمام أزواجهم أمام أمهاتهم بدون أي مسوى قانوني بدون أي تهمة تدينهم أو بدون أي سبب وتهمة
لاعتقالهم. أم أحمد، التهمة التي وجهت لمحمد علي السودي الذي توفي والده أمام السجن الأمن السياسي حتى يمنع والده من زيارته على إثرها توفي وتعرض للاعتداء والضرب. سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وما حولها وهي تختطف الناس ببيوتهم ومن مقر أعمالهم، كما ذكرنا لكم، بدون أي تهمة، بدون أي مسوغ، ثم تلصق عليهم التهمة التهم بأنهم دواعش، بأنهم مؤيدين للعدوان، بأنهم مؤيدين للتحالف وغيرهم من التهم الجاهزة الملصقة لهم والتي على إثرها تم اختطافهم وتعذيبهم واحتجازهم ومنعهم من زيارة أهاليهم ومن التواصل معهم. فطبعا كثير من المعاملات الأخلاقية داخل السجون من تردي الخدمات المعيشية وانعدام الخدمات الصحية للمرضى داخل هذه السجون. داخل هذه السجون استشهد تحت التعذيب أكثر من 100 مختطف وهو يستشهد تحت التعذيب وبسبب تعرضه مثلا لوضعه كبروع بشرية في أماكن القصف وغيرها. الرابطة استنكرت هذه الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية التي تمارس في حق أهل المختطفين من آباء وأمهات وأبناء وزوجات، نعم، وخاصة في أيام العيد وخاصة مع هؤلاء الذين يتم المحافظات بعيدة لزيارة أبنائهم ثم يمنعون وتمارس في حقهم مثل هذه الممارسات. نعم. أم أحمد، آخر يعني الأخبار التي تصلكم عن أحوال من هم مختطفين الآن وربما مر على فترة اعتقالهم أكثر من عام وأكثر من عامين؟ تصلنا أخبار يعني أساءت معاملتهم داخل السجون مثل ما ذكرنا لكم، الخدمات المعيشية والصحية العدم، يمنعون في كثير من الأحيان من الزيارة، تقوم الميليشيات بتعذيبهم لأسفل الأسباب وأدناها. الآن أحال مجموعة من الذين مضى عليهم أكثر من العامين وهم في الاحتجاج السياسي، أحالوا أكثر من 20 مختطف، المختطفين الذين متواجدين في داخل الأمن السياسي أحالهم بمحاكمة باطلة، محاكمة لا قانونية، محاكمة على أن لا تهمة، ليس لديهم تهم ولم يتكلموا، ما يستحق أن يظلوا في الأمن السياسي تحت تعذيب مدة عامين ثم يحالون إلى المحاكمة الباطلة لا قانونية التي يحالون إليها. طبعا هذه السجون لا تخضع نهائيا لا لرقابة النيابة العامة ولا للتفتيش القضائي ولا حتى يسمح بزيارة الموظفات سواء المحلية منها أو الدولية ولا الاطلاع على أوضاع السجناء، وبالتالي تمارس في حق هؤلاء السجناء أبشع الجرائم، أبشع التعذيب الذي ينالهم، يجبرهم على الشهادة ضد أنفسهم، نعم، تعذيب تحت القهر وتثبيت تلك الشهادات وتلك الاعترافات ثم محاكمتهم بسبب تلك الاعترافات أو موجبها. نعم، شكرا جزيلا لك أم أحمد، ونتمنى يعني الإفراج والسلامة لكل المختطفين في سجون الميليشيا. شكرا لك عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء أم أحمد، وعودة إلى الأستاذ توفيق الحميدي من جنيف. أستاذ توفيق، عودة أخيرة الآن، ما الذي تتوقعه في الجلسة المرتقبة في هذا الشهر لمجلس حقوق الإنسان؟ هل تعتقد بأن هناك سيحدث تغييرا في مسألة التعاطي مع الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين في اليمن؟ أنا أعتقد أنه سيتغير المشهد، ستتقدم السياسة على الحقوق باختصار شديد، سيبقى المشهد اليمني يدمي ما لم يحدث حلحلة بسيطة واختراق في تشكيل لجان ربما دولية أو مشتركة للتحقيق في بعض الجرائم. نعم، تقريركم السابق ربما أستاذ توفيق أحدث أيضا يعني تأثير كبير في على الأقل في الشأن الداخلي في اليمن، وكان هناك أيضا تعاطي من قبل الحكومة الشرعية على الانتهاكات التي حدثت في المحافظات المحررة. هل فعلا بعد هذا التحرك حدث تغييرا ما؟ لمستم أي تغيير في هذا الجانب؟ لا، لم نلمس أي تغيير. للأسف الشديد ما زال الانتهاكات مستمرة، ما زال هنالك وقفات لرابطة الأمهات في عدن تطالب بمعرفة مصير أبنائهم، ما أنشئت سجون جديدة رصدناها في محافظة أو في مدينة المخا بعد دخول قوات الإمارات إلى المخا، وإنشاءت سجون جديدة. هناك سجون أيضا للقوات الشرعية في مأرب، لديها أيضا سجون لبعض فصائل المقاومة في تعز،
انا نعم. اعتقد ان استاذ توفيق اقصد في 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 نقطه في نقطه يعني اللي هي وجهها الرئيس الحكومه بتشكيل لجنه لا لا للتحقيق لا لا. في هذه الانتهاكات، اللجنة هل تمت؟ هل احدثت شيء؟ اللجنه من المفترض ان تصدر تقريرها بعد 15 يوم بحسب نص القرار، لكن للاسف الشديد لم يحدث اي شيء. للاسف الشديد الحكومه الشرعيه بدلا ان تتعاطى مع الموضوع بتكليف اللجنه الوطنيه بالتحقيق بالامر، استبعدت اللجنه الوطنيه بالتحقيق وشكلت لجنه اخرى، واللجنه الى حد الان لم تعمل اي شيء ولم تظهر لها اي نتائج للاسف الشديد. نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ توفيق الحميدي بمنظمة سام، يعني مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من جنيف. وعودة أخيرة للأستاذ الباحث الحقوقي أحمد مفرح. أستاذ أحمد، سؤال أخير فقط، برأيك من بيده إحداث خرقا ما في الملف أو ملف الانتهاكات في اليمن ويغير أو على الأقل يحد من هذه الانتهاكات التي تمارس كل يوم ضد المختطفين وضد المدنيين بشكل عام؟ بالتأكيد المجتمع الدولي ممثل في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عليه دور كبير، يجب أن يقوم بالتعامل مع الأوضاع في اليمن بشكل يعني بشكل مستقل. أولا نحن ننادي بالاستقلالية والمهنية بشكل كبير في التعامل والتعاطي، خصوصا مع الخروقات التي تتم من قبل قوات التحالف أو تلك التي تتم من قبل قوات وميليشيات الحوثي وصالح بشكل كبير، لأننا وجدنا أنه فيما يخص العمليات التي تتم من قبل التحالف بشكل كبير خصوصا في العاصمة أو غيرها من المناطق، نجد بأن مكتب الأمم المتحدة على سبيل المثال يقوم بالتطرق إلى هذه الأعمال بشكل كبير ويقوم بالتعامل معها بشكل سريع عن طريق الرصد والتوثيق وخلافه. أما فيما يخص الانتهاكات التي ترتكب حق المدنيين على سبيل المثال في تعز وغيرها من المدن من قبل الميليشيات، فأتخيل بأن هناك يعني أزمة في التواصل وأزمة في التوثيق من قبل مكتب الأمم المتحدة في اليمن، والأمر الذي يؤثر بشكل كبير على التعاطي ما بعد ذلك في الآليات الدولية. فأتخيل بأنه على الأمم المتحدة وعلى آلياتها أن تقوم بالعمل الجدي والعمل المهني بشكل كبير الذي سيثمر، أتخيل بأنه في القريب العاجل سيثمر بشكل كبير جدا في تعاطي المجتمع الدولي بطريقة إيجابية مع الملف اليمني والانتهاكات التي ترتكب في النزاع اليمني المسلح له. نعم، شكرا لك الباحث الحقوقي الأستاذ أحمد مفرح، كنت معنا من جنيف. والشكر أيضا لمسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات الأستاذ توفيق الحميدي، كذلك الشكر لأم أحمد عضو رابطة أمهات المختطفين من صنعاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر بالميك، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم.